تمام شباب، اليوم موضوعنا الفانكشنز. يعني الفانكشنز فد موضوع كلش مهم بالسي بلاس بلاس. خل نعرف شنو. اذا تتذكرون بالبدايه من تشرح لكم على التركيبه مات البرنامج السي بلاس بلاس، كنت اقول لكم هذا المين فانكشن او المين، هاي اذا اقول لكم هاي الداله الرئيسيه، وقلت لكم بعدين راح ناخذ شيء اسمه فانكشن وراح اشوف تفاصيله شنو. تمام، فاليوم يعني هو دا نحكي عن الفانكشن. الفانكشن شنو هي، شنو تعريفها وشنو تفاصيلها. طبعا شباب تخيل انت دا تكتب برنامج بالسي بلاس بلاس. طبعا انا اقول لك تكتب برنامج، مو هاي برامجنا الصغار، يعني ما خلوا الفانكشن مو على مود هاي برامجنا، هاي برامجنا البسيطه اللي احنا دا نكتبها. اوكي، يعني مثلا من تكتب لك فد برنامج فد الف كود ما ادري ايش جيت كود ما اعرف شنو، هنا أنا راح تبدي تحتاج الفانكشن. اوكي، فالفانكشن اوكي، فالفانكشن هو يعني يجزئ لك البرنامج، او يعني مثلا انت بدك تكتب برنامج تريد كل شويه تنطي متغيرين ينطيك مجموعهن مثلا على سبيل المثال. فهنا انت ما من المعقول كل شويه كاتب برنامج بالسي بلاس يعني كل شويه معرف متغيرات ومجموع هذين وطلع الناتج مالتهم. لا، بالفانكشن تقدر تكتب برنامج صغير، اوكي، هذا البرنامج ياخذ متغيرين ويرجع لك المجموع مالتهم على سبيل المثال. او ممكن تكتب فد فانكشن صغيره، هاي الفانكشن من تستدعيها تطبع لك فد نص معين. اوكي، يعني هاي فكره الفانكشن. انت البرنامج مالتك الرئيسي تقسمه الى برامج صغيره او الى يعني فانكشنات صغار، كل وحده تؤدي فد وظيفه معينه، اوكي، وتستدعيها وين ما تحتاجها. طبعا تنطيها فد اسم معين، مثلا انت طبعا هو الكومبايلر او السي بلس بلس اول ما يروح الداله الرئيسيه، ما له علاقه بالبقيه. اوكي، فنشوف بالداله الرئيسيه، انت ممكن بالداله الرئيسيه تستدعي فد فانكشن تؤدي فد وظيفه معينه وترجع لك فد ناتج معين، ممكن ما ترجع، يعني هي بها انواع هسه راح نشوفها. طبعا فمعرف لك الفانكشن از اسيت اوف ستيتمنتس ديزاين تو اكومبليش ا بارتيكولر تاسك. اوكي، يعني يقول لك مجموعه من الستيتمنتس تصمم على مود تؤدي فد يعني وظائف جزئيه خلينا نسميها، او يعني فد مهام جزئيه. Experience has shown that the best way to develop and maintain a large program to construct it from a small piece or modules. بدي أقول لك إنه من الأفضل شافوا. نعم. تمام. بدي أقول لك تعريف الفانكشن هي a set of statements designed to accomplish a particular task. فيعني الفانكشن هو مجموعة من الستيتمنت تصمم على مود تؤدي فد وظائف جزئية، فد مهام جزئية. Okay, experience has shown that the best way to develop and maintain a large program is to construct it from smaller pieces or modules. فدي يقول لك شافوا من الأفضل إنه أنت إذا برنامج كبير تقسمه إلى أجزاء صغيرة. Okay, نسميها modules. إلى أجزاء صغيرة أو modules. Modules is a C++ program are called the functions. Okay, فهسا عرفنا إنه أنا من أقسم البرنامج مالتي الى اجزاء صغيره، هاي الاجزاء نسميها موديولز، بالسي بلس بلس نسميها موديولز. فانكشن ار فيري يوسفول تو ريد رايت بيوك اند موديفاي كومبلكس بروجرامز. يعني الفانكشن هي كلش مفيده بشنو؟ بالقراءه وبالكتابه وبتنفيذ وبتعديل البرامج المعقده الكومبلكس نمبر. العفو كومبلكس بروجرامز. They can be also easily incorporated in the main program. فبالتالي هي من السهوله انه انت جزئ البرامج مالتك. سي بلس بلس بروجرام ذا مين اتسيلف از ا فانكشن ذات مينز ذا مين فانكشن از انفوكينج ذا اذر فانكشن تو بيرفورم فاريوس تاسك. اوكي، فدي يقول لك هو المين فانكشن هي بنفسها هي فانكشن، بس هاي الداله الرئيسيه، والدوال الثانويه او الاخرى تكون داخل هاي الداله الرئيسيه اللي تؤدي الوظائف اللي انا اريدها. فهنا انا حاكي لك انه الادفانتج مالته، الفوائد مال الفانكشن، ايزي تو رايت ا كوركت سمول فانكشن، يعني بسهوله انت تكتب برامج صغيره، ايزي تو ريد رايت اند ديبوج ا فانكشن، بسهوله انت تقرا وتكتب يعني وتنفذ فد فانكشنات، ايزر تو مينتين اور موديفاي ساش ا فانكشن، من السهوله انه انت
يعني تحسن الفانكشن مالتك او تعدلها والى اخره. small function 10 to be a self document and high readable يعني فشي ممكن قابل للتكرار. it can be called any number of times in any place with different parameter. يعني انت بتقدر بكل سهوله يعني تستدعي اي رقمين او تنطي اي رقمين باي مكان انت تحتاجها. فيعني مثلا على سبيل المثال انت تكتب فد برنامج معين وتكتب فد فانكشن وياها. هاي الفانكشن اوكي هاي الفانكشن شنو الفانكشن مثلا تطبع لك فد عباره معينه اوكي يعني اي عباره معينه تمام. فانت تقدر شنو باي مكان بس تسال هالفانكشن راح تطبع لك هاي العباره او فد فانكشن تؤدي لك فد وظيفه معينه ولا اخر. هسه راح نشوف تفاصيلها. definition defining a function. a function definition has a name لها اسم partner pair continuous zero or more parameter and a body okay تحتوي على فد متغيرات وإلها فد body. هذا body اللي به هو التفاصيل. for each parameter there should be a corresponding declaration that occur before the body. فبالتالي انت هاي المتغيرات او البارامتر اللي تحتاجها لازم تعرفها. any parameter not declared is taken to be integer by default. فيقول لك اي متغير انت اذا ما تعرفه او اي بارامتر ما تعرفه by default هو راح يكون شنو integer. the general format of the function الفورمات مالته راح يكون بهذا الشكل. هنا أنا هذا return type يعني نوع المتغير شنو راح يرجع؟ راح يرجع انتجر، راح يرجع float او void. هسه راح نشوف شنو في تفاصيله. function name هذا اسم انت تسميه مثل ما كنا نسمي المتغيرات x y انت شو تحب تسميه. بين قوسين تخلي باراميتر list باراميترات اللي راح تدخل بالfunction مالتك. بعدين هنا بالbody of function راح تخلي الستيتمنت مالتك شنو اللي راح تنفذه او شنو الوظيفه اللي راح تسويها اوكي. وبالاخير الريتيرن سمثينج يعني شنو اللي راح ترجع لك. يعني انت من نطيته باراميتر الاول والباراميتر الثاني مثلا هاي فانكشن تجمع رقمين راح تنطيه واحد يعني الباراميتر الاول واحد والباراميتر الثاني اثنين تمام. شنو اللي راح يرجع لك؟ راح يرجع لك مجموع يعني المفروض يرجع لك ثلاثة أو إلى آخره. أوكي the type of function be integer float chart إلى آخره. it may be declared as type void with the informant that compiler is not to be calling the program for example. فده يقول لك ممكن يعني هذا ال type of function أو return type ممكن يكون integer float chart أو إلى آخره. او ممكن يكون void. هسه بعدين راح اشوف الفويد شنو تفاصيله. فانا اعطيك فد اكزامبل مثلا على سبيل المثال void function name هنا تكتب الفانكشن مالتك وبين قوسين تخلي البارامتر. انا ممكن اخلي انتجر وفانكشن نيم مو انتجر اي ان تي اللي هي مختصر انتجر وتخلي بين قوسين البارامتر مالتك. any variable declared in the body of the function is said to be local to the function. اوكي اي متغير تعرفه بالبدي يعني هنا يعني اذا جيت عرفت مثلا متغير انتجر اي مثلا يساوي 5 هذا يعني مو معناتها بغير فانكشن انه هو متعرف او بالداله الرئيسيه انه هو متعرف. لا خلاص هذا لوكال يعني شنو متعرف داخل هاي الفانكشن فقط. اوكي يعني ما متعرف لكل البرنامج مالتك. فانت اذا معرف هنا فد فاريبل معين إذا تريد تستخدمه مرة أخرى لازم تعرفه من جديد وإحنا نعرف شلون نعرف المتغيرات. أوكي. other variables which are not declared either arguments or in the function body are corresponding global to the function and must be defined externally. فمثلا يقول لك أنت ممكن بعض المتغيرات تعرفها local ممكن تعرفها global للبرنامج كله. فمثلا قايل لك هنا example void تمام void square هذا void return type اوكي هذا ال void
اسف تمام. هذا الفويد الريتيرن تايب. السكوير هذا شنو؟ هذا اسم الفانكشن ماتك، وهنا الباراميتر ماتك انتجر اي وانتجر بي. فده يقول لك الاي والبي ار فورمر ارجيومنت، اوكي يعني هذا متعرفه بالنسبه لهاي الفانكشن. فلوت هنا الريتيرن تايب من نوع فلوت. الاوتبوت هنا اسم الفانكشن، هنا فويد فانكشن ويزاوت فورمر، يعني هنا ما راح ياخذ متغيرات، فراح نسميناه فويد. مثلا على سبيل المثال هاي فد فانكشن معينه، فد داله معينه، اوكي فويد، فهنا معناته ما راح يرجع اي متغير، تمام؟ يعني شنو؟ يعني ياخذ متغير بس ما يرجع متغير. هنا اسم شنو؟ اسم اسم شنو؟ اسم الفانكشن هي برنت مسج. انا هنا ما اعطي باراميترات على مود ارجع، انا اقول لك ما يرجع لي، يعني ما يرجع لي قيمه، يعني مو انطي 5 زائد 5 يرجع لي 7، اوكي؟ هنا انا قايل له سي اوت يطبع لي، بس هو ما مرجع لي في قيمه معينه، دا ينفذ ستيتمنت معين دا يطبع، بس ما يرجع لي في قيمه معينه. اوكي؟ فانا دا اقول لك void print message، هاي هنا الفانكشن مالتي، وين اكتبها؟ اكتبها قبل الداله الرئيسيه او ممكن بعد الداله الرئيسيه. اوكي؟ انت وين يعجبك تكتبها؟ بس الافضل تكتبها قبل الداله الرئيسيه. تمام؟ فهنا بالفويد مين؟ ايش مستدعي؟ مستدعي اسم شنو؟ اسم الفانكشن. فبالتالي هو هنا ايش راح يسوي؟ اول ما ينفذ الكومبايلر راح يجي على الفويد مين، على الداله الرئيسيه. اوكي ايش راح يشوف بيها؟ راح يشوف انت مستدعي داله اسمها برنت مسج. اوكي؟ فراح يرجع هنا وين راح يدور على الداله؟ راح يلقاها هاي برنت مسج. شنو بيها؟ بيها سي اوت يونيفرستي اوف تكنولوجي، مثلا المصطفى يونيفرستي. اوكي؟ راح يطبع هاي العباره، ليش؟ لان انا استدعيتها. اوكي؟ خلينا ننفذها ونشوف. زين خلينا ننفذ هذا الاكزامبل ونشوف. احنا نبدي هاشتاج انكلود طبيعي، اوكي اي او ستريم دوت اتش، والهاشتاج هاي مالتنا نعرفها. طبعا تشوفون انا ما اجيب، يعني من جبت لكم الاسئله ما كتبت لكم هاي، لان قايل لكم هاي فقط بالكومبايلر. زين وين نكتب الفانكشن مالتنا؟ هسه اذا نرجع على البرنامج مالتنا، يعني قبل الفويد مين، قبل لا اكتب الفويد مين، قبل لا اكتب الداله الرئيسيه اكتب الفانكشن مالتي. فهو كاتب هنا فويد، خلينا نسميها برنت، برنت ام يعني برنت مسج، ما يرجع لي اي شيء، وراح ابدا اكتب الداله مالتي. مثلا هذا شيء يسوي؟ يطبع لي سي اوت اوكي. زين هسه راح اكتب شنو الداله الرئيسيه مالتي. زين الداله الرئيسيه راح استدعي شنو؟ راح استدعي الفانكشن مالتي اللي هي برنت ام، اوكي، وانطيها هاي القوسين واسد القوس. قبل لا اسد القوس خلينا نكتب هاي مال جيت سي اتش، اوكي خلينا نسوي لها ران ونشوف ايش راح يطبع لك. طبع لك المصطفى يونيفرسيتي كالج، ليش؟ واو احنا ايش راح يسوي؟ انا من نطيته ران ايش صار بالبرنامج؟ يجي على الداله الرئيسيه، ما له علاقه ببقيه الدوال، يجي وين؟ على الداله الرئيسيه. شاف فيه؟ شاف بيها؟ شاف بيها انا مستدعي داله اسمها برنت ام. اوكي وين هاي الداله برنت ام؟ رجع هنا لقى داله اسمها برنت ام. برنت ام شنو بيها؟ فيها انا نعطي ستيتمنت انه يطبع لي المصطفى يونيفرسيتي كالج. فاني هسه وين ما استدعي هاي الداله؟ باي مكان، نفترض جيت هنا انا عرفت متغير انتجر اي اي يساوي نت لاز مثلا هيك، يعني خلينا نكتب اي برنامج.
اوكي بس نشوف البي يساوي لنا 5 وقايل انتجر سي يساوي لك اي زائد بي مثلا، بعدين قايل له سي اوت قيمة السي مثلا. اوكي هنا أنا أرد أرجع أستدعي الدالة مالتي اللي أنا كتبتها، تمام؟ هذا يعني راح يجي على الدالة الرئيسية، راح يلقاني مستدعي هاي الدالة، أوكي؟ راح يطبع، راح يرجع على الدالة راح يطبع على مصطفى يونيفرسيتي كوليدج، بعدين راح يرجع ينفذ برنامجه، عرف متغيرين وجمعهن وطبعهن وراجع أنا مستدعيها هاي الدالة، إيش راح يسوي؟ راح يستدعي هاي الدالة، ينفذ هذا البرنامج، راح يرجع يستدعي هذا الدالة، راح يرجع هنا. فخلينا نشوف الرن مالتنا ونشوف شو يصير. اوكي باع على مصطفى يونيفرستي كوليدج هنا 8 انا ما خليين لاين، بعدين راجب. فانت وين ما تستدعي هاي الداله يروح يجيبها، وين ما تكتب اسمها راح يروح يجيبها، تمام؟ واضح؟ واضح شباب؟ واضح شباب. زين خلينا نشوف هنا اكزامبل ثاني. هنا لا شو يسوي؟ هنا ياخذ لي رقمين ويشوف ياهو اكبر عدد بيهن، تمام؟ يعني اريد اشوف رقمين، اريد اشوف ياك بنطيته 5 و 6، اريد اشوف ياك اكبر 5 و 6. فايش مسوي؟ بادي كاتب الفانكشن مالته. اول شيء هنا الريتيرن تايب، نوع المتغير اللي رجع من نوع شنو؟ من نوع انتجر. اسم الفانكشن اللي هي شنو؟ هي ماكس. زين اني شنو اريد اشوف؟ هاي المتغيرين ياهو الاكبر بيهم، اوكي الـ A لو الـ B. فإذا هو كم باراميتر ياخذ؟ كم متغير؟ ياخذ متغيرين اللي هو A و B، مو تمام؟ فجيت بين قوسين كتبت البراميترات اللي تدخل للفانكشن. فالباراميتر الأول هو انتجر A، الباراميتر الثاني هو انتجر B. طبعا تعرفوا أنت انتجر هو A و B. فإذا هو كم باراميتر ياخذ هنا؟ ياخذ باراميترين، تمام؟ زين خلنا نشوف البادي مال هاي الفانكشن مالتي شنو. عرفت متغير اسمه سي، تمام؟ راح اقول له اف اي اكبر من بي، اذا اي اكبر من بي فشنو؟ السي يساوي لي شنو؟ يساوي لي الاي. ايلس اللي هو ما يتنفذ هذا الشرط، السي شو يساوي لي؟ يساوي لي البي. باو ريتيرن سي يعني شنو؟ رجع لي سي. فاذا هو ياخذ المتغيرين ويرجع لي اكبر واحد بيهم. ليش؟ لان اذا كان A اكبر من B فهو راح يرجع لي قيمة الـ A، اذا لا فراح يرجع لي قيمة الـ B. فالريتير شنو؟ C. فهو ياخذ باراميترات اثنين ويرجع لك شنو؟ رجع لك قيمة واحدة، تمام؟ بعدين جايب الدالة الرئيسية قال له سي اوت. سي اوت هنا أنا مستدعي الدالة اللي هي شنو؟ نعم تفضل. يعني شنو المطلوب؟ هسه اجى بالداله الرئيسيه قال لي سي اوت ايش مستدعي؟ ماكس. يابا شنو هذا الماكس؟ هاي فانكشن راح ادور عليها لقاها فانكشن. زين انا ايش ناطي؟ ناطي لاحظ انطيه متغيرين اللي هي 5 و 6. باي ديفولت او تلقائيا الخمسه راح تروح لي وين؟ للاي. والسته راح تروح لي وين؟ للبي. اوكي راح يجي داخل هاي الداله راح يلقى الـ A اللي هي ايش قد قيمتها؟ 5، والـ B اللي هي ايش قد قيمتها؟ 6. اوكي فرجع اجى هنا نقارن اف A اكبر من B، الـ A اكبر من B؟ لا، فما نفذ هذا، اجى else. اذا شنو الـ C شو راح يساوي لي؟ الـ B اللي هو ايش قد قيمته؟ قيمته 6. ريتيرن معناته رجع او ارجع او يجي، رجع لي قيمة الـ C. ايش سوى؟ اخذ هاي قيمة الـ A يعني قيمة الخمسة والستة اللي هي A وال B، تمام؟ ويرجع لي قيمة السي ويسوي لها سي اوت، تمام؟ خلينا نكتب البرنامج ونشوف ايش ذا يصير. اوكي انتجر ماكس، ما راح نسميه ماكس، اي اسم ام او مثلا، يعني على سبيل المثال اي اسم انت كيفك يعني، بس المهم يكون ضمن الكلمات المحجوزه. اوكي انتجر
اي هاي الفانكشن كم متغير تاخذ؟ تاخذ متغيرين اللي هو اي وبي. هسه راح نجي على البودي مات، راح اقول له انتجر سي. اوكي راح اقول له اف اي انا معرفها سابقا اكبر من بي، اذا الاي اكبر من بي سي شو يساوي لي؟ اي. اوكي else سي يساوي لي بي. اوكي رتين رجع لي قيمه السي، في القيمه واخذ متغيرين غير رجع لي في الناتج مالته، فراح اقول له رتين قيمه السي بين قوسين اخليها واسد القوس، خلصت عندي الداله. هسه راح اجي على الداله الرئيسيه اللي هي main. اوكي سي اوت، خلي استدعي الداله اللي هي شو سميناها مثلا امو. اوكي هاي الداله شو تسوي؟ تاخذ لي متغيرين، فانطي متغيرين مثلا 4 و2 تمام، سد القوس. خلينا نسوي الرن ونشوف راح يطلع لنا، راح يطلع لنا رقم 4. ليش طلع لنا رقم 4؟ هسه انا اقول لك. انا من سويت الرن ما اجى على هاي الداله، وين راح؟ على يا داله الدالة الرئيسية اللي هي شو اسمها؟ علمين مو تمام؟ اجى سي اوت لقى امر اسمه سي اوت، يابا شنو السي اوت؟ شنو اللي يطلع لي اياه؟ لقيت ام او، ام او شنو؟ هاي اسم دالة، فرجع وين؟ رجع للدالة، ونطيت وياه قيم اثنين، اوكي؟ لان انا الدالة ما تعرفها تريد متغيرين، تمام؟ فاخذ الاربعة للاي والاثنين المن للبي. اجي اعرف متغير اسمه سي هنا، اف اي اكبر من بي لي اي ايش قد؟ 4 اوكي؟ والسي ايش العفو البي ايش قد؟ 2. فاذا السي يساوي لي اي، قيمه السي من اخذها؟ من الاي، ما نفذ هذا الشرط الثاني، الشرط تحقق. اوكي؟ رجع لي قيمه السي اللي هي ايش قد صارت؟ 4، فسوى لها سي اوت طلعها 4. اوكي؟ واضحه؟ شلون العفو السؤال ريتيرن سي مو قلت لك هو ياخذ متغيرين غير يرجع قيمه، يعني هسه انت واحد تستفاد منه رجعها هاي 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 كلها رجع لها قيمه السي تمام. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال واحد يعني مختص شو نقول مثلا عندك بدائره الدوله، اوكي ابو الحسابات، اوكي ابو الحسابات نطيته فت قوائم، قلت له من هاي القوائم طلع لي اعلى راتب مثلا على سبيل المثال. اوكي ها خلينا نفترض الداله هو ابو الحسابات والدائره الرئيسيه هو هاي، فانا نطيته قوائم اوكي غير يرجع لك فد ناتج ويقول لك انه على راتب هو هذا. فاذا هي السي هي هاي القيمه اللي رجع لك اياها. واضح؟ وصلت الفكره انه شلون؟ تمام. زين. شوف هنا انا هسه احكي لك على الريتيرن ستيتمنت، هاي اشرح لك بس هنا بدي احكي لك اياها. The keyword return is used to terminate function and return a value to its color. اوكي color يعني هذا اللي مستدعيها غير يرجع له فد value. The return statement may be also be used to excite a function without returning a value. اوكي يعني مثل ما شفنا بهاي البرنامج ما رجع لي قيمه، هنا نفذ لي امر معين طبع لي بس رجع لي قيمه، ما رجع لي فد رقم او فد قيمه حقيقيه، مجرد طبع لي فد عباره معينه مثل هذا البرنامج اللي شفناه قبل شويه. فممكن ما يرجع لك فد قيمه معينه، ممكن ينفذ لك بس امر. يعني انت من تقول له سي اوت هذا ينفذ لك امر. تمام؟ من تقول له ريتيرن يعني انت نطيته فسوى فد عمليه حسابيه، سوى فد ستيتمنت معين ورجع لك قيمه، فهنا أنا ما رجع لك قيمه. اوكي؟ The return statement may be also used to excite a function without a return value بدون ما يعني ينفذ لك فد عباره معينه بدون ما يرجع لك فد قيمه معينه. The return statement may or may not include an experience is generally فده يقول لك
يعني ممكن اقول له بس ريتيرن بدون ما يرجع لك قيمه معينه. اوكي اذا ارسلت متر ما اد اكسكيوتد اور ذا فانكشن اند باس ذا كنترول باك تو ذا كولينج انفايرمنت. تمام هنا انا رايت اس بلس بلس بروجرام، ما ادري من سالني قال لي شلون يجي صيغه السؤال، فهسه هذا اكزامبل to calculate the square value of a number passing from the main function using this function in the program to calculate the squares of number from 1 to 10. Okay. فدي يقول لك يعني اكتب لي برنامج سي بلس بلس أنا أنطي متغير ويرجع لك السكوير مالته يعني المربع مالته. أوكي يعني شنو أخلي فوت فانكشن أنطيها 5 يرجع لك 25، طي 3 يرجع لك 23. بالإضافة شو يقول لك to calculate the square of number من الواحد للعشرة، أريدك تحسب لي مربع الأرقام منين، من الواحد لي وين لل 10. اوكي يعني مربع الواحد مربع الاثنين مربع الثلاثة الى مربع العشرة. فش مسوي هو هنا انا انكلود ايو ستريم انتجر، لان القيمة اللي رجع ليها من يانو انتجر. اوكي شنو اسم الدالة؟ هو مسميها سكوير. زين بما انه هي سكوير فاذا هو شنو ياخذ قيمة ويرجع لك المربع مالته. اذا كم قيمة ياخذ؟ ها شباب قيمة واحدة اللي هي تتربع، فعرف متغير سماه واي اللي هي بتربع. بس بالمناسبة ارجع شوي على هذا البرنامج اسألكم سؤال، لو اجيت هنا قلت سي يساوي 2، هذا البرنامج راح يفتهم السي انا معرفها لو ما معرفها؟ يعني احنا مو متفقين ماكو نعم العفو زين، بس هي متعرفة بالفانكشن اللي فوقها تمام بالضبط. يعني مو يعني نسميه شنو، نسميه لوكال، يعني التعريف مالته داخل هاي هذا الفانكشن او هذا البرنامج الصغير. اوكي هذا مو عام، مو لكل البرنامج. تمام شكرا. يمكن علي سالم اني مدى اسمع الصوت مدى اشوف يعني تمام. زين فمن نتعرف متغير هنا من ارجع استخدمه هنا مو معناته انه هو يعني متعرف. اوكي لا ما متعرف، يعني متعرف بس داخل هذا البرنامج. زين معرف متغير سما زد على مود الناتج مالتي، فزد يقول لك واي في واي، فهو اذا ياخذ لك واي يضربه في نفسه ويرجع لك شنو قيمه الزد، مو تمام؟ زين جايب الداله الرئيسيه انتجر اكس، عرف متغير اسمه اكس، فور اكس يساوي لي مين من الواحد اكس اصغر ويساوي لي 10 اكس بلس بلس هذا الفور. سي اوت سوري سي اوت شوف باو سكوير شنو سكوير، هذا شنو هو اسم الدالة. اوكي فاول شيء اخذ الواحد اللي هو شنو اخذ اكس. اوكي وداه هنا قيمة الواي ايش قد صارت؟ واحد اللي هي نفسها قيمة شنو؟ قيمة الاكس اجي صارت واحد. الزد شو يساوي؟ واحد في واحد رجع لك واحد. اوكي طلع لك هنا واحد بعدين اند لاينز نزل سطر رجع له ماتك زيده واحد صار اثنين. اوكي الاثنين وين وداه؟ وداه لهاي الداله ربعه ورجع له قيمته اللي هو ايش قد؟ اربعه بعدين ثلاثه تسعه. اوكي الى ان يوصل لي وين؟ يوصل للعشره اللي هو ايش قد؟ 100. اوكي مربع العشره هو 100، زيد العشره واحد صار 11. اوكي زي صار 11 خارج اللوب وانتهى البرنامج. خلينا ننفذه ونشوف ايش حيصير. اوكي انتجر نوع المتغير اللي رجع ليها هو انتجر.
هو سماه سكوير راح سميه اس كيو واي، بكيفك تشتري تسميه سميه. كم متغير ياخذ؟ متغير واحد اللي هو شنو؟ اللي هو الواي. اوكي انتجر زيت، زيت شو يساوي لك؟ واي في شنو؟ في واي، تمام، واي في واي. رتين رجع لي قيمة شنو؟ قيمة الزيت. سد القوس، انتهى البرنامج. يعني البرنامج الثاني او الثانوي، بس راح اجي اكتب الدالة الرئيسية. اوكي الدالة الرئيسية main، عرف متغير اسمه x. يا باش قد قيمة هذا ال x؟ راح اقول له 4. هذا ال x يبدي منين؟ يبدي من الواحد. اوكي وين ينتهي؟ x اصغر او يساوي شنو؟ 10. 4 احنا ماخذيها ونعرف تفاصيلها. x قيمة الزيادة هي ايش قد؟ هي 1 1. see out. اوكي هسه راح استدعي الدالة مالتي اللي هي squ، وراح نعطيها قيمة ال x ويرجع لي المربع مالته، واريد ينزل لي سطر. اوكي ويتكرر هذا حسب اللوب اللي هو موجود هنا، يتكرر قيمة ال x مرة واحد مرة اثنين الى ان يوصل لي وين؟ الى ان يوصل لل 10. خل اسوي له ران. اوكي شوف 1 4 9 16 اللي هو مربع الواحد، 1 2 4 3 9 و16 25 36 الى حد المية، تمام؟ واضح شنو اللي صار؟ احد عنده سؤال شباب؟ ها شباب، شباب يعني هاي القيمة اللي انطيها هنا ممكن قيمة ثابتة، ممكن عن طريق اللوب، ممكن عن طريق الكيبورد، عن طريق السين، مو تمام؟ يصير اي يصير عادي، يعني قيمة دا انطيها احنا طرق ادخال القيم قد تكون مباشرة، يعني انطي القيمة مباشرة، اقول اكس يساوي لنا 3، او عن طريق الكيبورد، او عن تكون لوب متكررة مثل ما شفنا هسه قبل شوية. نعطينا فد اكزامبل ثاني. لا دا يقول لك رايت سي بلس بلس بروجرام يوز فانكشن، فهو محددك باستخدام شنو؟ باستخدام الفانكشن تو كالكوليت لحساب ذا افرج اوف تو نمبرز باو انتر باي يوزر. فاذا شو استخدم يا عاز هنا من الج انتر باي يوزر؟ سي ان، مو تمام؟ اوكي بس وين؟ بالداله الرئيسيه. يعني شنو؟ يعني السي ان او الارقام انا ادخلها بالداله الرئيسيه، تروح للداله الثانويه. اوكي يحسب لي الافرج ويرجع لي اياها. ها هي، فهو بادي بالداله الرئيسيه، بما انه هو افرج فلازم يرجع لي قيمه من يانو فلوت، لان ممكن يطلع بها كسور. متغير العفو، الداله اسمها AVER، مختصر كلمه افرج. متغيرين ياخذ، لان انا قايل له شنو؟ calculate average of two numbers، تمام؟ two numbers يعني ياخذ لي رقمين ويجد لي الافرج مالتهم. اوكي فاذا ياخذ شنو؟ متغيرين، هو x1 وx2 على سبيل المثال. طبعا المتغيرات تشتري سميها سميها حتى اسم الداله بكيفك. اوكي معرف متغير اسمه float على مود الناتج مالتي، من نوع يعني float زيت، من نوع float. قال لك ترى الزيت شو يساوي لك؟ x1 زائد x2 بين قوسين، لازم بين قوسين، تقسيم شنو؟ تقسيم 2، ورجع لي قيمة شنو؟ قيمة الزيت. اوكي هسه الدالة الثانوية كملت عندي، خلينا نشوف الدالة الرئيسية. اوكي الدالة الرئيسية جاي معرف متغير اسمه x. اوكي متغير ثاني اسمه num1 num2. see out enter two positive number cn num1 num2. زين الاكس شو يساوي؟ بس ركز لي هنا، الاكس انا ايش مستدعي يا دالي؟ هي اسمها avr. avr انا اعرفها كم متغير تاخذ؟ تاخذ متغيرين اللي هي x1 x2. اوكي فنعطي ال num1 ونعطي ال num شنو؟ 2، تمام؟
فاذا ال NUM1 الما راح تروح راح تروح ال X1، ال NUM2 الما راح تروح راح تروح لل X2. اوكي، وتبدي هاي العمليات عليها ويرجع لك، ويرجع لك القيمة ينطيها لمن؟ ينطيها لل X. بعدين راح يسوي سي اوت لل X وخلاص. واضح؟ خلينا ننفذ البرنامج ونشوف. اوكي، الداله ترجع لي متغير من نوع فلوت، ليش؟ لان افريج. تمام، خلينا نسميها اي في ار انتجر اكس 1 تمام وانتجر اكس 2. سد القوس، ابدا اكتب الداله مالتي انتجر او العفو فلوت زيت. اوكي، فلوت زيت تمام. فلوت زيت يا العفو زيت شو يساوي لك؟ زيت نفتح قوس اللي هي x1 زائدا x2 تقسيم 2. طبعا هو على مود يصير كله فلوت. تمام، بعدين يرجع لي قيمة شنو؟ ريتيرن قيمة الزيت. معرفتن هنا بالاقواس، عرفتن هنا. تمام، عرفتن هنا ما يحتاج. بدي اقول لك اذا ما تعرفن ياخذن باي ديفولت انتجر. اوكي، بس الافضل انه تعرفه هنا. هسه راح اجي للداله الرئيسيه. الداله الرئيسيه اوكي، هسه راح اعرف متغيرات بعيدة عن ذيك المتغيرات، ما لها علاقة بهذيك. X مثلا. تمام؟ ما لها علاقة بهذيك. X X لازم شو تكون؟ لازم تكون فلوت، تمام؟ فلوت X. ليش؟ لأن راح يرجع له قيمة فلوت. أوكي؟ فلوت X انتجر NUM1 مثلا، خلينا نسميه N1 و N2. يصير فليكسبل شوية. اوكي، هاي الان 1 وان 2 من اجيب قيمتها عن طريق السي ان، وراح اقول له انتر 2 بوزيتيف نمبرز، خلي له اند لاين CN المن ال N1 N2. اوكي، راح اقول له X ايش تساوي. ال X استدعي لي الداله اللي هي اسمها AVR ونطيها شنو؟ نطيها ال N1 اللي انا جبتها من الكيبورد ونطيها ال N2. تمام، سد القوس، بعدين سي اوت المن قيمة ال X، لا شوف ايش قد تطلع. خلاص، خلينا نسوي لاران. اوكي، بدي اقول لك دخل لي رقمين 10 و100. 10 100 110 يعني يطلع 55، مو المفروض اي طلع 55. اوكي، شوف ايش صار هنا. اجى نفذ وين الداله الرئيسيه. اوكي، اجى نفذ على الداله الرئيسيه. ايش لقى؟ لقى متغير اسمه X ومتغير اسمه N1 و N2، هاي معرفنا اللي ما له علاقه بهن. لقى سي اوت انتر 2 بوزيتيف نمبر، طلع هاي ونزل سطر. انتظر من عندك تدخل قيمه ال N1 اوكي، وتدخل قيمه ال N2 اوكي. قلت له هسه ال N1 وال N2 صارت لها قيم بغض النظر عن ايش قد هي. تمام، قلت له ال X يساوي افريج، استدعي لي، استدعي لي الدالة اللي اسمها افريج ونطيها قيمة ال N1 وال N2 اللي انا نطيتها من الكيبورد. اوكي، فايش راح يسوي؟ راح يرجع لهاي الدالة الرئيسية. ال N1 راحت لي وين؟ راحت لل X1، وال N2 راحت لي وين؟ راحت لل X2. اجى داخل هاي الدالة، ايش لقى؟ لقى قيمة ال N1 اللي هي نفسها X1، جمعها ويا قيمة ال X2 اللي هي نفسها N2،
قسمها على 2 ورجع القيمة نطاها لمن؟ نطاها للإكس سي أوت إكس وانتهى البرنامج. واضح شباب؟ ها شباب هنا مو هو يريد الافرج يعني المعدل معدل لو نفترض قال لك اريدك يعني تجمع لي بس رقمين فهنا انا ما راح تحتاج شنو ما راح تحتاج تقسمها على 2 بس x1 زائد x2 مو تمام؟ تمام الى حد هنا احد عنده سؤال؟ نعم هاي اللي هاي قصدك؟ هي التركيبه مالتها هيج يعني هسه هاي الاقواس ضروري تستخدمها يعني هي التركيبه مالتها هيج يعني عرفت شو؟ نعم ايه هاي مو يعني انا متفق وياكم من زمان او قايل لكم يابا ترى قبل السي ان حاول تخلي سي اوت على مود شنو؟ على مود يعني جايد اوكي اوكي اه تو نمبرز يعني ما ادري ليش قلت بوزيتيف هاي تو نمبرز دلل خلي ندخل اي ماكو مشكله ما هاي سالب 8 وسالب 16 عادي هم يشتغل ماكو مشكله تمام تمام اهلا اهلا احد عنده سؤال شباب لحد الان